أنا بنحييكم ونسلم سلام خاص لفضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. كتقدير كبير واحترام شديد يا شيخ ياسر. الله يبارك بكم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. ثبتك الله على الإيمان والهدى. الله يحفظك يا شيخ ياسر. أنا باختصار شديد يعني من حوالي 7 أو 8 سنوات جاني هدية كتاب السيد محمد التيجاني. نعم. ثم اهتديت. نعم. طلعت عليه تعرف حضرتك. نعم نعم طبعا. إيه فمن الكتاب هذا الحقيقة الآية الكريمة اللي تقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نعم. يعني لما واحد يقف على ثم اهتدى يعني بعد وإني لغفار شديد المغفرة على وزن فعال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا وما يكفيش ثم اهتدى. لما تبحث على الهداية ما هي ثم اهتدى تجد الهداية هي لصراط محمد وآل محمد. أبو علي جاهز؟ الله عليه. أبو علي جاهز لإعلان التشيع أخي؟ مرحبا أهلا وسهلا أخي. بس عندنا أقل من ثوان يعني لأذان المغرب الآن، فإذا جاهز لإعلان التشيع يلقنك الشيء. جاهز 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 نسأل الله القبول. على بركة الله تعالى. جاهز. قل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأنه لا شبيه له ولا نظير. وأنه لا شبيه له ولا نظير. جل جلاله. جل جلاله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. وسيد الخلق أجمعين. أجمعين. ومبرأ من كل عيب وشين. ومبرأ من كل عيب وشين. صلى الله عليه وآله. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله. أشهد أن فاطمة الزهراء. أشهد أن فاطمة الزهراء. وأبناءها المعصومين حجج الله. وأبناءها المعصومين حجج الله. صلوات الله عليهم. صلوات الله عليهم. أبرأ إلى الله. أبرأ إلى الله. من أبي بكر وعمر وعثمان. من أبي بكر وعمر وعثمان. وعائشة وحفصة. وعائشة وحفصة. وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان. وعائشة وحفصة. وعائشة وحفصة. في النار. في النار. صلوا على محمد وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل أجله. هنيئا لك يا أخانا الكريم ورزقك الله الجنة بشفاعة النبي وعترته الله. جزاك الله خير. صلوات أبو علي. أبو علي يا أخانا نلتمس العذر منك ومن السادة المشاهدين ومن الشيخ الكريم ومن الحضور أيضا، فقد تجاوز الوقت وإن شاء الله اتصل في المرات القادمة لك كامل الوقت إن شاء الله. إن شاء الله نسأل الله القبول. إن شاء الله. اللهم آمين. شكرا جزيلا. قيام مقبول إن شاء الله. اللهم آمين أجمعين. جزاك الله خيرا.